السلام عليكم، حياكم الله معنا في ختام الدورة. طبعا إن شاء الله نامل أنكم استفدتوا من الدورة واستفدتوا أيضا من التقنيات اللي تكلمنا فيها، وطبعا مثل ما قلنا احنا كان أملنا نحقق الأهداف اللي هي طبعا إن شاء الله أنك الحين عندك فكرة عن ما هو التمييز الوظيفي وكيفية التمييز الوظيفي وكيفية استثماره، دور الذكاء الوظيفي، تقوية نقاط القوة عندك من الأمور المهمة، وأيضا الذكاء الوجداني مثل ما مرينا عليه، والتفكير الناقد واتخاذ القرارات الصحيحة، وأيضا كيف ربطها بالتمييز الوظيفي، وأيضا عرفنا معوقات التمييز حتى نتجنبها بإذن الله، وتكون يعني بإذن الله سبب في تميزنا مثل ما ذكرناها وموجودة عندكم إن شاء الله. وبإذن الله حرصكم على هالدورة وعلى الدورات وزيادة معلوماتكم هذه أيضا تدل على أنكم ناس متميزين وناس بإذن الله يعني يكون لكم إنجاز مرئي ومسموع إن شاء الله عند الجميع، وتكون لكم تأثير إيجابي على مجتمعكم بدءا من أسرتكم إلى المجتمع ككل إلى البلد ككل بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع، وإذا عندكم أي استفسار أو أي كذا فموجود أي استفسار أو توضيح بإذن الله ما يسعدنا صراحة ويشرفنا أن نرد على استفساراتكم. وفي النهاية بالتوفيق لكم أيها المتميزون، وبإذن الله إن شاء الله نسمع عنكم أخبار طيبة ومميزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.